نروح بقى نشوف كده أخبار الطقس إيه النهاردة. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم إن شاء الله استمرار لانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره. الصباح الباكر هيكون الجو فيه مائل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد. خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ونقول لك صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يعني بقى لنا كام يوم الحمد لله كده الأجواء لطيفة شوية، في انخفاض في درجات الحرارة، يعني توقعات حضرتك لمعدل انخفاض النهاردة والأيام اللي جاية إن شاء الله؟ احنا الحمد لله طبعا من يوم الثلاث بدأت تعود درجات الحرارة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، لأن الفترة اللي كانت قبل كده كنا بنشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات بحوالي 3 إلى 4 درجات، لكن تغيرت مصادر الكتل الهوائية وبدأ كمان يكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. كل العوامل دي هي اللي أدت إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها. طوال الفترة دي درجات الحرارة على القاهرة بتكون ما بين 30 إلى 29 درجة مئوية، ودي بتكون درجة الحرارة العظمى اللي بيتم تسجيلها خلال فترات الظهيرة، ودي أعلى درجة حرارة بنوصل لها على مدار اليوم. بمجرد غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل بتبدأ تنخفض درجات الحرارة تدريجي، علشان تكون الأجواء خلال ساعات الليل الأولى معتدلة، لكن خلال الساعات المتأخرة مائلة للبرودة. جميل. وبتكون الصغرى في حدود 21 إلى 22 درجة مئوية، وطبعا بتكون أقل من كده على المحافظات والمدن اللي ليها ظهير صحراوي. فدي هي المعدلات الطبيعية المفترض أننا نكون عليها في مثل التوقيت ده من العام، ودي إن شاء الله مكملة معنا المنتصف الأسبوع القادم على الأقل. يعني كمان يعني في اعتدال وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله مستمر معانا، وهي دي تعتبر المعدلات الطبيعية المفروض أننا نكون عليها سواء على القاهرة أو بقى على باقي مناطق الجمهورية. يمكن العظمى على السواحل الشمالية طبعا بتكون أقل، وكلما اتجهنا جنوبا أكثر في محافظات الصعيد ترتفع بشكل تدريجي. طب دكتور محمود، بنلاحظ طبعا الجو بيبقى جميل ومنخفض، درجة الحرارة بتنخفض يعني بالليل وما بعد في الفترة المسائية، لكن بنلاحظ الصبح في بعض الساعات كده من الظهيرة بيبقى فيه إحساس بالحر، يعني في ارتفاع لدرجات الحرارة. بالنسبة لإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بالفعل 30 أو 29 درجة مئوية وصف حالة الطقس معاها بأنها أجواء حارة، وده أمر طبيعي خلال التوقيت ده من العام. كمان بيساعد على إحساسنا بدرجات الحرارة دي أو بالأجواء الحارة هو سطوع الشمس طوال ساعات اليوم، مش بيكون في أي سحب على المحافظات الداخلية زي القاهرة ومحافظات الصعيد. كمان بيكون نشاط الرياح ضعيف أو غير موجود، كل العوامل دي بتخلينا نحس خاصة الناس اللي بتكون متواجدة في الشوارع بارتفاع درجات صحيح. الحرارة نسبيا برغم انها بتكون حول معدلاتها الطبيعية. اخبار الشبورة وحالة الرؤية بالنسبة للطرق السريعة فن؟ الشبورة طبعا هي مكملة معانا الفترة دي، هي تعتبر ظاهرة اساسية موجودة معانا اغلب ايام الفترة الحالية، لكن الفترة الحالية الشبورة بتكون كثافتها مش عالية، هي مجرد شبورة مائية خفيفة بتكون موجودة على العديد من المناطق في شمال الجمهورية من ضمنها القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، بتصل أيضا لمدن القناة ومناطق من وسط سيناء، في بعض الأحيان بتمتد حتى مناطق شمال الصعيد. مع تقلبات الجو أحيانا، يعني أبرز النصائح اللي ممكن حضرتك توجهها للمواطنين إيه؟ طبعا كلنا شايفين التذبذب والتغير الواضح في درجات الحرارة على مدار الأيام القليلة المتتابعة أو حتى على مدار نفس اليوم، بدأنا نلاحظ صحيح. إن في اختلاف ما بين العظمى والصغرى لنفس اليوم بشكل واضح، وبالتالي أصبح ضرورة ملحة هو المتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية اللي بتصدرها هيئة الأرصاد الجوية. كمان اليوم تحديدا في نشاط على القطاع الغربي، نشاط للرياح على القطاع الغربي من البحر المتوسط، ده بيؤدي هناك إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين والقطاع الغربي من البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج هناك يصل إلى 3.5 متر اليوم، ده طبعا توصيفه أنه حالة الملاحة البحرية هناك مضطربة، علشان كده بننصح مرتادي الأعمال البحرية هناك بتوخي الحذر التام بسبب ارتفاع الأمواج اللي بتكون موجودة هناك اليوم.
جميل. دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بنصبح على حضرتك مرة تانية وشكرا على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها. دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في كافة المحافظات المصرية. البداية من القاهرة العظمى 29، الصغرى 21، العاصمة الإدارية 29-20، اسكندرية 28-20، العالمين الجديدة 27-20، أما مطروح فالعظمى فيها 28 والصغرى 20، دمياط 28-22، بورسعيد 28-23، الإسماعيلية العظمى فيها 31 والصغرى 19. ننتقل مع حضراتكم للسويس، السويس العظمى فيها 30 الصغرى 20، العريش 29-20، كاترين 27-16، طابة 29-23، حلايب 30-25، شلاتين 33-24، شرم الشيخ العظمى فيها 33 والصغرى 25، والغردقة 32-24. محافظة الفيوم بتسجل فيها العظمى 29 أما الصغرى 20، بني سويف 29-20، الوادي الجديد 33-20، أسوان بتسجل أعلى درجة حرارة على مستوى محافظات الجمهورية، العظمى فيها 35 أما الصغرى 24.